سمعت حاجة زي كده اللي هي كانت بتقولي هبعتك تأشيرة دبي أو كده، بس أنا قلت لأ، هي قالت خلاص نقضي يوم مع بعضنا أو منزل إن شاء الله القاهرة. إيه اللي وداك عزا المرحوم فريد الدين؟ ولا أقول لك على حاجة، هو في واحد فنان اسمه البرازيلي ده بتاع مسرحية الكوميدي بتاع وسط البلد، ده مشهور جامد قوي يعني. يعني كنا بنقضي اليوم ده، هو طلبنا احنا مع بعضينا ونقضي يوم مع بعضينا، وصل لنا فعلا العشاء في وسط البلد والله في المسجد بتاع عمر مكرم. وقال لي تعالى نخش نعزب المرأة، الباب المسجد اصلا يعني هو كان قريب، يعني انا داخل اصلا معلش اي عزاء اصلا بنخش فيه بناخد ثواب جدا او بناخد حسنات، دي حاجه حلوه. انا داخل اصلا معلش من اللي جوه، انا داخل زي ما دخلت العزاء زي ما خرجت. يعني انت مش عارف مين اللي ميت؟ لا انا عارف، هو استاذ فريد الديب هو قال لي تعالى نخش نعزي. قلت له قال لي تعالى نخش نعزي ودخلنا عادي، ايه المشكله؟ ده عزاء زي اي عزاء. حد جوه؟ نعم؟ مفيش حد جوه. ده انا كفايه كمان اللي انا سمعته، يعني كان عايز يجيب حقي قبل الله يرحمه قبل ما توفى، سمعت ان هو كان عايز يجيب حقي بسبب موضوع الكشري التحرير. قال لك هات الواد بتاع الكشري التحرير ده. انا عرفته كان عايز يجيب حقي فعلا، جاز واحد قال لي على الموضوع ده. يعني قبل ما اروح العزاء قال لي في ناس قوي واقفه معاك، محامين كتير قوي عايز توقف معاك في موضوع اللي هو عايز يجيب لك حقك رد شرم على الموضوع اللي هو حصل. دخلت العزا عملت ايه جوه؟ عملت ايه؟ قعدت زي اي حد طبعا، ربعين قران وخدت بعض وخرجت بالظبط كده زي اي عزا. زي ما دخلت ازاي جوه؟ عادي مش بني ادم. ايه انت بني ادم؟ العزا يعني للاقارب للمعارف، ما انت اكيد بني ادم بالظبط. بس كده. ليه من دخل كلمه بني ادم؟ انا عايز دايما تخشها يا فندم، انت بتكسبه صعوبة حاجه حلوه قوي عند ربنا. الناس اللي نعرفها انا مش جعب اي حد. يعني انا عايز كده، انا عايز اخد صور قبل ما تتشهر دي حاجه حلوه. طب استنى بس، انا عندنا معلش يعني عندنا احنا اي عزا بنشوفه بنخش، نعرفه ما نعرفوش بنخش، دي حاجه حلوه. عندكم فين؟ يعني في منيب، يعني بنخش اي عزا طبعا، دي حاجه حلوه اذا كان يعرفنا وما عرفنيش. ده عايز ده حاجه حلوه قوي صواب عند ربنا. ده انت يا فندم ده انت كفايه بس كل خطوه انت تخشها دي تاخد حسنات عند ربنا جامد قوي، ده حاجه حلوه طبعا. بس لكن في ناس تقول انت دخلت عشان خاطر الترند. ترند ايه؟ ده كفايه اللهم صل على الشعب كله واقف يعني في الشارع كل ما يشوفوني يا نجم عايزين نصور معاك، يا نجم عايزين نصور معاك. يعني انا داخل عشان خاطر الترند؟ لا طبعا مش عشان خاطر الترند، والله والله العظيم النية لله. داخل مش عشان خاطر الترند، انا داخل نيه لله. ده لسه مصلي العشاء وطالع، بس ده بيني وبين ربنا، ده ربنا موجود. اشتغل ايه دلوقتي؟ والله اقول لك على حاجه، بس يعني مش عارف اقول ايه صراحه. هو الاستاذ احمد الفنان هو قال لي اقف.